يا لا 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 يا لا 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 كملت في كل اللوازم يا ابو عوض والله يبارك لك يا عوض بن سعد حفلك مشرف ويتشرف بمن حضر ما كانها الا حفل امير مكرمه يا مرحبا يا ضيف واهلا هلا مليون باسمي واسم عوض واسم بني جنف وترحيب باسم الشيخ عوض بن سرحان عواض بن سرحان شيخ المعاتبة من الشلا واهل الشوايع نهار الغارة ريف الصديق وللعدو شر منزلة كملت في كل اللوازم يا ابو عوض والله يبارك لك يا عوض بن سعد حفلك مشرف ويتشرف بمن حضر ما كانها الا حفل امير مكرمه يا مرحبا يا ضيف واهلا هلا مليون باسمي واسم عوض واسم بني جنف وترحيب باسم الشيخ عوض بن سرحان عوض بن سرحان شيخ المعاتبة من الشلا واهل الشوايع نهار الغارة ريف الصديق وللعدو شر من غلاكم عندنا كل شيء تجدونه بغيت من يسر وان بغيت مره لا 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 قلب مرزوق رحب وانا رحب واقول مرحبا حياكم الله مية ولوف يا رجال شرفونا من اقطار الديار من غلاكم عندنا كل شيء تجدونه ان بغيتوا من يسر وان بغيتوا مره سلام يا سلام قال ابن مرزوق رحب وانا رحب واقول مرحبا حياكم الله مية ولوف ولد يا رجال شرفونا من اقطر الديار من غلاكم عندنا كل شيء تجدونه ان طلبتوا من يسر وان طلبتوا مره يا لا 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 يا السيوف الليلة عشان في وقت النقول
في ميادين البطولة لكم قلبي ولوف يوم جال القيف والصف وقفه والديار ما يروح المال والحال وابو تاج دونه محتمينه يوم حلوى السنين ومرها ينفق أمواله من أجل الكرم ويحطمونه عادته في مثل ذا الحافلة ولا غيرها يا سلام يا هل الجود والباب العقول يا رجاجيل الوفا يا مكرمين الضيوف عند ابو عواض جانا محبة واقتدار ينفق امواله من اجل الكرم ويحطمونه يكتمل في مثل ذا الحافلة ولا غيره سلام يا هل الجود والباب العقول يا رجاجيل الوفا يا مكرمين الضيوف عند ابو عواض جانا محبه واقتدار ينفق امواله من اجل الكرم ويحطمونه يكتمل في مثل ذا الحافله